هناخد الديفلوبمنت بتاع الجي اي تي. الجي اي تي زي ما احنا عارفين ده بيتقسم لثلاث اجزاء، مين هما؟ فور جات وميد جات وهايند جات. عشان نتفق الثلاثه الفور جات والميد جات والهايند جات دول ايه، اندوديرم ولا اكتوديرم؟ اندوديرم صح، دي تيوب ماشيه جوه البيبي بتتقسم للثلاث اجزاء دول. قلنا حدودنا ايه في الفور جات يا ترى؟ اوسوفيجاس قلت لك اللور بارت بتاع الاوسوفيجاس، والاستومك، والبروكسيمال بارت بتاع الديودينو اللي هو الفيرست بارت بتاع الديودينو، والابر هاف بتاع السكند بارت بتاع الديودينو، والليفر، والبانكرياس تمام، والسبلين صح. قلنا الجنكشن بتاع الكومن بايل دكت ده بدايه مين يا دكاتره؟ الميد جات. حلو، الميد جات بتاعنا قلنا بادئ من اول ايه؟ اللور بارت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودينم، ونص الهيد اوف بانكرياس، فاكرين الفيرو بانكرياتيك ديودينم، والجوجينا والايليوم صح، والسيكم والاسندنج كولون والرايت كوليك فليكشر، وقد ايه من ترانسفيرس كولون؟ رايت تو ثيرد. برافو عليك، ده الارتري بتاعه السوبيرو ميزنتيريك، فده ارتري الميد جات. الهايند جات بادئه من اول ايه؟ من اول اللاترال وان ثيرد بتاع ترانسفيرس كولون، وانه كوليك فليكشر الليفت كوليك فليكشر والسندنج كولون وسيجمويد كولون ومين؟ وريكتوم وابر بارت اوف انر كانال صح؟ حلو قوي. تعالوا بقى نشوف اول جزء كده عندنا هيديفلوب هو مين؟ اول حاجه الاستومك. قلت لك فاكرين الاستومك دي ولا مش فاكرينها؟ فاكرينها ما جبتها لكم قبل كده؟ قلنا الاستومك دي زمان اثناء الامبريولوجيكال لايف كانت عباره عن فيوزيفورم دايلاتيشن. يعني ايه فيوزيفورم دايلاتيشن؟ حاجه ما حدش يفتح الكتاب، ركزوا معايا وبعدين هقرا معاكم الكتاب ماشي؟ بس ركزوا معايا الاول. كانت عباره عن فيوزيفورم دايلاتيشن. يعني ايه فيوزيفورم؟ يعني شكله من مغزلي الشكل كده تمام؟ هل هي كانت واقفه بالطول بالعرض زي كده؟ قالوا لا، كانت واقفه بالطول كده تمام. فلما كانت واقفه بالطول كده الدكتور هيمسك لنا كده مسكنا كده من فوق لتحت، كان ليها بوردر قدام اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره، اسمه انتيرور بوردر. دي كده على الدكتور يعني فيهم كده دكتور عشان تبقى الاستومك بتاعتك، لا عشان تبقى بتاعتك ماشي، فيهم بقى انت كده عشان تبقى استريت كده في سينز كده تمام. تمام، ليها بوردر اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره اسمه انتيريور بوردر تمام، وليها بوردر الناحيه دي اسمه بوستيريور بوردر، وليها سيرفيس الناحيه دي اسمه رايت سيرفيس ولا ليفت سيرفيس؟ اسمه ليفت سيرفيس. وليها سيرفيس الناحيه دي اسمه ايه؟ رايت سيرفيس. حلو قوي. قالوا السيرفيس اللي اسمه رايت سيرفيس ده كان ماشي عليه نيرف تمام، النيرف اللي رايح يغذي مين؟ اللي رايح يغذي الجات كلها زي ما قلت لك لحد الترانسفيرس كولون. اللي كان ماشي على الليفت سايد ده اسمه ليفت فيجاس، واللي كان ماشي على الرايت سايد ده كان اسمه ايه؟ رايت فيجاس. ماشي الكلام؟ قبل ما يسمى فيجاس كان اسمه جاستريك نيرف تمام؟ ليه؟ ما كانش لسه الديفلوبمنت كامل، وبالتالي ما كانش لسه سبلايد كل حاجه، فكان اسمه رايت جاستريك نيرف او رايت فيجال ترانك، وليفت جاستريك نيرف او ليفت فيجال ترانك. حلو، قلنا هل الاستومك كانت موجوده كده ولا كانت موجوده حواليها بيريتونيال كافيتي؟ عشان المره اللي فاتت في دكتور سالني، هندخل دي بس كده جوه البيريتونيال تمام، بس ما ندخلهاش للاخر، خليها كده امسك بقى من ورا كده وانا همسك من قدام ماشي. بصوا يا دكاتره، احنا دلوقتي كان عندنا بيريتونيال ساك، فين البيريتونيال كافيتي في الموديل ده؟ كل ده كده بيريتونيال كافيتي، يعني ده كده بيريتونيال فلويد صح؟ وكل ده كده بيريتونيال كافيتي، يعني انا كل ده اقدر اقفله كده، اقفله كده على فوق المدرج وعلى ارضيه المدرج وهكذا، وهنا برضه اقفل ده فوق وتحت وهكذا صح؟ تمام، يبقى ده كده بيريتونيال كافيتي الناحيه دي، في بيريتونيال كافيتي الناحيه دي، والاستومك دي موجوده في النص صح؟ طيب قال لك الاستومك كده بما ان هي متحوطه من بيريتونيال كافيتي بجميع الجهات، يعني اقدر اقفل ده كده واقدر اقفل ده الناحيه الثانيه كده تمام؟ قالوا يا دكاتره بقت اتاتشد للانتيريور ابدومينال وول بتاعت البيبي،
عن طريق ميزو جاستريم اللي قدام ده، اسمه فنترال ميزو جاستريم ولا دورسال ميزو جاستريم؟ فنترال ميزو جاستريم. وورا التشيب بحاجة اسمها ايه؟ دورسال ميزو جاستريم. تمام؟ وبعدين قلنا ايه اللي حصل؟ ظهر الاير كاترا. ظهر البط ده يا دكاتره، اللي اسمه ايه البط ده؟ الليفر بط. عارفين الحكايه دي؟ الليفر ظهر في مين؟ ظهر في الفنترال ميزوجاستريم. هنحطه كده في الفنترال ميزوجاستريم. ممكن تلاقيه مش عارفه الصوت هيوصل او عنها هيوصل. طيب حطيناه كده يا دكاتره في مين؟ في الفنترال ميزوجاستريم. تمام؟ وهو في الفنترال ميزوجاستريم كده اسمي الفنترال ميزوجاستريم معلش ليبرتوزيس. جزء ما بين الليبر وما بين الاستومك، الجزء ده اللي احنا سميناه ايه بعد كده؟ ليسر اومنتوم. وبالتالي بقى الليسر اومنتوم ده بيمثل الدورسال بارت ولا الفنترال بارت بتاع الفنترال ميزوجاستريم؟ الدورسال بارت. وجزء ما بين الليفر وما بين الانتيرور ابدومينال وول، صح؟ اللي هو مين؟ الفالسي فورم ليجمنت، صح؟ طيب هل الليفر فينا واحنا كبار موجود انتيرور كده؟ لا. امال ايه؟ الليفر هيكبر، صح؟ لما يكبر، احنا الفيلم ده كله حكيناه قبل كده، فاكرينه؟ لما الليفر كبر خد بقى خلاص الديفينيت البوزيشن بتاعه. الاستومك حصل لها روتيشن، ركز معايا. الاستومك حصل لها روتيشن، حصل لها روتيشن في أنهي جزء يا دكاترة؟ حصل لها روتيشن كده ناحية استنادته. هي دي كده كانت قدام، ليها انتيرور بوردر وبوستيرور بوردر وليفت سيرفيس ورايت سيرفيس، صح؟ حصل لها روتيشن كده. لما حصل لها روتيشن جابت الليفر فين؟ ناحية الرايت سايد. وهل بقى ليها anterior border و posterior border ولا right border و left border؟ right border و left border. وهل بقى ليها right surface و left surface ولا anterior surface و posterior surface؟ anterior surface و posterior surface. حلوة. طب لما لفت كده زي ما شفنا لفت مع الدكتور، حصلت وراها الست دي اللي هي اسمها ايه ده كاترة؟ laser set. يبقى دي اول حاجة حصلت في الاستومك، لفت 90 درجة. طب هل هي لفت 90 درجه وهي شكلها فيوسي فورم دايلاتيشن كده؟ قالوا لا. امال ايه؟ حصل لها ديفرنشال جروس. يعني ايه كلمه ديفرنشال جروس؟ يعني البوردر اللي كان قدام، هنشوف بقى الميزوجاستريم ده، تمام؟ يعني البوردر اللي كان قدام الصغير، تمام، ده نما بطريقه اقل فعمل كيرفيتشر اسمه ليسر كيرفيتشر ولا جريتر كيرفيتشر؟ ليسر. والبوردر اللي كان انيشيال بوستيريور بوردر ده طول فعمل انه كيرفيتشر جريتر كيرفيتشر ولفت. لفت اللفه دي كده في كلوك وايز دايركشن في اتجاه عقارب الساعه ناحيه ايه كده عشان تبقى في مش ده كده الديفينيت بوزيشن بتاعها عندي؟ اه تمام. قالوا طيب لما لفت كده هي حصل لها ثلاث احداث، اول حاجه الديفرنشال جروس، ثاني حاجه الروتيشن، تالت حاجة قال لك عملت روتيشن ثالث بس حوالين اكسس ماشي من قدام لورا كده انترو بوستيريور اكسس. ماشي الروتيشن ده ازاي كده؟ الروتيشن اللي عمل كده ده عمل ايه؟ خلى الاند اللي فوق دي اللي اسمها كاردياك اند ولا فايلوريك اند؟ كاردياك اند تيجي ناحية الليفت سايد، وخلى الاند اللي موجودة الناحية دي اللي هي مين؟ فايلوريك اند تيجي ناحية الرايت سايد. تمام؟ يبقى دول الثلاث احداث اللي حصلوا في الاستومك. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نبص كده، عايزين بس كل مره كده نقرا الحاجات مع بعض في الكتاب علشان خاطر ايه نبقى متاكدين احنا مستوعبين. اول حاجه اسمعوني، بصي يا حبايبي، ديفلوبمنت اوف ذا ستومك في الفيفث ويك في الاسبوع الخامس الاستومك appeared as a fusiform dilatation، صح؟ الفيوزيفورم dilatation ده
كان لي تو سيرفيسز اسمهم ايه يا دكاتره؟ رايت وليفت سيرفيسز، واتنين اندز اسمهم ايه؟ ابر اند اللي هي كاردييك اند، واند تحت اسمها لور اند. شكرا يا دكتوره. واتنين بوردرز، بوردر قدام وبوردر ورا، صح؟ وكانت كونكتد لقدام عن طريق ميزوجاستريم اسمه فنترال ميزوجاستريم، وكونكتد للبوستيرور ابدومينال وول بميزوجاستريم اسمه دورزال ميزوجاستريم. هيحصل لها ثلاث احداث. اول حاجه ديفرنشال جروس، مين البوردر اللي هينمو اسرع من الثاني؟ البوستيرور بوردر جروس فاستر زان الانتيرور بوردر، وبالتالي البوستيرور بوردر يبقى انه كيرفيتشر جريتر كيرفيتشر، والانتيرور بوردر يبقى انه كيرفيتشر ليسر كيرفيتشر. طبعا انت في البيت ما عندكش مودلز، ما عندكش حاجه تستخدم ايديك، ايديا دي كانت الاستومك ماشي الكلام، كان ليها ليفت سيرفيس ورايت سيرفيس، لفت 90 درجه بقى ليها انتيرور سيرفيس وبوستيرور سيرفيس. الليفت فيجاس اللي كان على الشمال ده بقى لف، فبقى اسمه انتيريور فيجر ترام، والرايت فيجاس اللي كان على الناحيه اليمين لف، فبقى اسمه بوستيريور فيجر ترام. ماشي الكلام؟ طيب تاني حاجه، ال 90 درجه كلوك وايز روتيشن حوالين اكسس لونجيتيودينال اكسس، اكسس طولي، عمل ايه؟ خلى الاوريجينال ليفت سيرفيس يبقى ايه؟ انتيريور، استخدم ايدك الشمال، وايل ذا اوريجينال رايت سيرفيس بقى انه سيرفيس بوستيريور. طب الاوريجينال ليفت فيجاس بقى انه فيجاس انتيريور، والاوريجينال رايت فيجاس بقى انه فيجاس بوستيريور. يبقى ريسبكتيفلي دي يعني تودي كل مع واحده مع اختها، الانتيريور يبقى ليفت والبوستيريور يبقى رايت. ماشي الكلام؟ الدورسال ميزوجاستريم الشد زي ما شفناه مع الدكتور كده، وعمل ورا مين يا دكاتره؟ الليسر سيل. البايلوريك انت حصل لها ايه؟ ثالث حدث ان انا لفيت حوالين اكسس من قدام لورا اسمه ايه؟ انتروبوستيريور اكسس. خلى البايلوريك اند تروح ناحيه ايه؟ والكاردييك اند، الكاردييك اند بقت ناحيه مين؟ الليفت سايد، الانيشال مكان بتاعنا. اند داونورد لفت لتحت شويه. والبايلوريك اند راحت فين؟ على الرايت سايد، موفد ازاي؟ ابورد. واضح يا دكاتره؟ تمام. يبقى حاجه في منتهى السهوله. تعالى بقى نشوف كده على الصور. دي كده الاستومك انه قبل الديفرنشال جروس ولا بعد الديفرنشال جروس؟ قبله، كانت عباره عن فيوزيفورم دايلاتيشن، اند فوق اسمها كاردييك اند، واند تحت بايلوريك اند، واتنين بوردرز بس مش هقدر اشوفهم هنا عشان هنا مش 3 دي. اللي هيحصل اول ايه؟ ديفرنشال جروس ده انه كيرفيتشر الليسر كيرفيتشر، وده الجريتر كيرفيتشر. وبعدين الروتيشن، الروتيشن عمل ايه؟ دي كده كانت الاستومك صح، وده كان الليفر، وده الفالسي فورم ليجامنت صح، وده الليسر سوري ده قدامه طول، وده الليفر، وده الفالسي فورم ليجامنت، وده الليسر اومنتوم، وده السبلين صح، ده جاسترو سبلينك، وده لاينورينا. لفينا بصوا ناحيه الرايت سايد، حصرنا الساك دي ورانا اللي هي مين؟ الليسر ساك. حلو قوي، يبقى الساك اللي اتحصر كده ورانا دي هي الليسر ساك. جميل قوي ده كده، واحنا لسه اتاتشد بفنترال ميزوجاستريام وبدورزال ميزوجاستريام كده بعد الروتيشن. ماشي الكلام؟ الحدث الثالث، الف حوالين اكسس ماشي من قدام لورا، فالكاردياك اند دي تروح ناحيه الرايت سايد وفوق واسفل تحت، والبايلوريك اند دي تروح فين؟ ناحيه الرايت سايد وفوق. الكاردياك اند ناحيه الليفت سايد، والبايلوريك اند ناحيه مين؟ الرايت سايد. تعال نشوف بقى الكونجينيتال انوماليز. ايه الكونجينيتال انوماليز اللي ممكن تحصل في الاستومك؟ قال لك البايلوريك اند جي يحصل فيها اكستريم ثيكنينج، تتخن جامد قوي قوي قوي، ماشي الكلام؟ تعمل حاجه اسمها هايبرتروفيك، يعني هايبرتروفي يعني زياده في الثيكنس بتاع المصدر. بايلوريك ستينوزيس يعني ضيق في البايلورس، البيبي هيتولد بيها صح؟ يعني مش حاجه اكواير، مش حاجه واحد حصل له ألسر ولا واحد حصل له سكارنج ولا بتاع، فاسمها على بعضها كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس. ايه اللي بيحصل فيها؟ السيركيولار ماسل فايبرز بتاعت البايلورس تبروليفريت جامد قوي، تعمل ناروينج. البيبي ده هيبرزنت ليا في العياده ازاي وانا دكتور اطفال بقى؟ برافو عليكم، بيرزيستنت فوميتنج. ليه؟ الفود اللي موجود ده مش عارف يباص من الاستومك للديودن. ماشي الكلام؟
تعال بقى لمين؟ طبعا الاسوفاجس، انتوا عارفين الاسوفاجس ده مترحل مع الاسبيراتور. الاسوفاجس فور جت وكل حاجه، بس النمو بتاعه يعني سينكرونايزد مع الديفلوبمنت بتاع الاسبيراتوري سيستم. ده كده انتوا شايفين دول اللي فوق دول فرنشال ارشز، بعد كده اسوفاجس، بعد كده ستومك وديودينم وهكذا. تمام؟ الاسوفاجس ده بيطلع منه بط كده قدام، ده اللي هيبقى التراكية والتو بطس دول هينمو بعد كده ويبقوا اللامس وهكذا. فهو الديفلوبمنت بتاعه ينمو سيبتم بين الاسوفاجس وبين التراكية، ولو بعد الشر السيبتم ده ما اتقفلش للاخر يعمل فيستولا بين الاسوفاجس والتراكية، حاجات هناخدها ان شاء الله. ماشي؟ بس موضوعه اساسي في الريسبيراتوري مش هنا. خلاص؟ طيب. تعالى بقى للجزء الثاني اللي هو مين؟ الديودينم. ركز معايا برضو وبعد كده هقرا معاك من الكتاب. الديودينم زي ما اتفقنا دي بتديفلوب منين؟ من الفور جات ولا من الميد جات؟ من الاثنين، صح؟ الفيرست بارت بتاعها والابر بارت بتاع السكند بارت، الابر هاف بتاع السكند بارت ده بينمو من فور جات ولا ميد جات؟ فور جات. طب واللور بارت بتاع السكند بارت والثيرد والفورس بارت دول بينمو منين؟ من الميد جات، صح؟ ده الارتري بتاعها هو مين؟ سوفي. ده كده سيلياك، واللي تحت ده مين؟ سوبيريور ميزنتيريك. حلو قوي. قال لك الديودينم دي اول ما نمت، اول ما كانت موجوده، مش انا دلوقتي لما حطيت الاستومك كده الاستومك دي خارج منها بعد كده ديودينم؟ اه صح. والاستومك دي كانت متحوطه من قدام ومن ورا بالايه؟ تعالى يا دكتور معلش خليك جنبي. والاستومك دي الاستومك دي كانت متحوطه من قدام ومن ورا بالميزوجاستريا. قدام عندها فنترال ميزوجاستريا، ورا عندها دورس ميزوجاستريا. اه معنى كده ايه؟ معنى كده ان الديودينم دي حواليها، كان حواليها الاول ميزنتري، صح؟ ميزنتري وراها كان اسمه ميزوديودينم. اسمه ايه ده كاتره؟ ميزوديودينم. حلو. ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك فاكرين الليفر بود اللي كان بيطلع لنا في الفنترال ميزوجاستريم ده؟ اه. الليفر بود ده اصلا عباره عن ايه؟ ده عباره عن اوت جروث من الانتيريور بوردر بتاع الديودينم. معقوله؟ اه. يعني الديودينم يطلع منها بود صغيره كده، والبود دي تتوصل بالليفر، وبعدين الليفر ده ينمو يكبر كده فوق، وانا فوقي دايفرام، صح؟ الدايفرام اللي فوقي ده الليفر يعمل له انفيجن. يعني الليفر ده اصلا كان عباره عن بط كده، حاجه طالعه من الديودينم من قدام. اه تخيلوا. طيب يبقى هي لو جبنا الديودينم كده لوحدها وبصينا فيها هنلاقيها عباره عن ايه؟ جايبه لكم البيت كله معايا. مبالغه دي بتاعت حوض السماء. بص الديودينم دي كانت على الدكتور كده، مسك كده فوق وتحت، امسك دي من هنا كده. الديودينم دي زي ما شفتوها دي كده كانها تكملتها، صح؟ وهنا وهنا مكمل قدام كده الفنترال ميزوجاستريم والدورسال ميزوجاستريم، صح؟ وانما من عندها من قدام الليفر، صح؟ شفتوا كم مرة يحصل رفشة النهارده؟ تمام؟ انما من قدام كده منها الليفر. قلت لك ايه اللي هيحصل في الاستومك اللي هي بقيه الديودينم اللي فوق دي عملت ايه؟ عملت الروتيشن ده 90 درجه، صح؟ فالديودينم لفت معايا الروتيشن 90 درجه كلوك وايز، ده كانت كده لفت كده، والليفر لف معاها ناحيه الرايت سايد. ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى نحط عليها كده الميزنتري من قدام ومن ورا. لو حطينا عليها كده ميزنتري، لو حطينا عليها ميزنتري كده كان واصلها بقدام، صح؟ وميزنتري تاني كان واصلها بورا، والديودينم حصل لها الروتيشن ده، تمام؟ ناحيه الرايت سايد زي ما الاستومك، زي ما الاستومك بالظبط حصل لها الروتيشن، صح؟ ايه اللي يحصل للميزنتري ده؟
الرايت لاير بتاعت الميزندري، مش دي الرايت لاير اللي الناحيه دي، الرايت لاير بتاعت الميزندري بقت قصاد مين؟ البوستيريور ابدومينال وول. يحصل لها فيوجن، تلزق في البوستيريور ابدومينال وول، صح؟ والليفت سايد ده هيبقى قدام. طب لما يحصل لها فيوجن، بعد ما يحصل للرايت سايد فيوجن مع البوستيريور ابدومينال وول، التو لايرز دول اللي قدام واللي ورا يحصل لهم ابزوربشن، يمتصوا، وبالتالي تلزق الديودينم دي في مين؟ في البوستيريور ابدومينال وول، تبقى ريترو بيريتونيل. تمام؟ تعالوا بقى كده نبص عليها. واحنا بصين كده على الديودينم، قال لك الديودينم كانت عامله اللوب اللي قدام ده. اللوب اللي قدام ده كان متعلق في البوستيريور ابدومينال وول بالميزنتري اللي ورا، اللي انا قلت لك اسمه ايه؟ دورزال ميزنتري. وكان طالع منها من قدام الليفر باد اللي انا قلت لك عليه. تمام؟ الاستومك هتلف 90 درجه. طب لما تلف 90 درجه تاخد معاها الليفر ناحيه الرايت سايد. بص كده، دي كده الديودينم وطالع منها من قدام الباد اللي قدام ده، تلف الديودينم دي ناحيه الرايت سايد 90 درجه، وبعدين يحصل ابزوربشن لللاير اللي ورا. احنا اتفقنا اللاير اللي ورا دي اللي هي الرايت سيرفيس بتاع الدورزال ميزوديودينم اللي كان ورا ده، لزق بقى قصاد البوستيريور ابدومينال وول، صح؟ وبعدين يحصل ابزوربشن لللاير دي وللاير اللي قدام، ماشي الكلام؟ والديودينم تثبت ورا تبقى ريتروبيريتونيل. طب احنا عارفين ان الديودينم دي مين اللي كان بيبقى موجود وراها هنا؟ الهيد اوف بانكرياس، صح؟ مش دي فيرست بارت وسكند بارت وهكذا؟ وراها الهيد اوف بانكرياس. طب لما هي لفت والهيد اوف بانكرياس معاها واللاير دي لزقت في البوستيريور ابدومينال وول، عملت ايه؟ لزقت البانكرياس كمان، بقى شكله ايه دكاتره؟ ريترو بيريتونيل. واضح يا ولاد؟ تمام. تعالوا بقى كده نبص، هل الديودينم دي اول ما نشأت جوه الابدومين كانت عباره عن يعني جزء مفرغ كده زي الخرطوم؟ قالوا لا. امال ايه؟ اثناء السكند مانس، واحنا لسه بيبي في بطن مامتنا في السكند مانس، الديودينم دي كانت مقفوله، كانت اوبليتريتد، ماشي؟ وبعدين ظهرت جواها كده فاكيولز وعملت لها ريكانالايزيشن، فتحتها. تمام؟ طيب الكلام ده واحنا كده وهي مقفوله في السكند مانس كده انترايوتراين طبعا، كانت مقفوله وبعدين حصل لها ريكانالايزيشن. طب افرض خطوه الريكانالايزيشن دي ما حصلتش، ايه اللي يحصل؟ الديودينم تتقفل، صح؟ يبقى في حاجه اسمها ديودينال اتريزيا. يعني ايه كلمه اتريزيا؟ مقفوله، صح؟ حلو قوي. يبقى احنا لو دي كده الديودينم ما اتفتحتش، الابيثيليال بلاك بتاعتها دي ما اتفتحتش، ايه اللي يحصل؟ تفضل ضيقه. بصوا كلمه اتريزيا دي يا اولاد عارفين يعني ايه؟ يعني تبقى كانها خيط كده، ده معنى كلمه اتريزيا. استينوزيس يعني ضيقه، ماشي؟ يبقى هيحصل فيها يا اما ديودينال اتريزيا يا اما ديودينال ايه؟ ستينوزس. وطبعا احنا حاطين قاعده، اي اورجن في الجي اي تي لو حصل فيه، لو هو الاورجن ده عباره عن تيوب، يعني زي مثلا الديودينم، زي ما هنشوف بعد كده السمول انتستين كلها جوجينوم وايليوم وهكذا، لو هو عباره عن تيوب، التيوب دي معرضه انها يبقى فيها كونجنيتال انومالي اسمه ستينوزس او اسمه ايه؟ اتريزيا. تمام؟ يبقى as long as ان هي عباره عن تيوب هيحصل فيها يا ستينوزس يا اتريزيا، ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نقرا كده الكلمتين من الكتاب. الكتاب كلامه كويس وكل حاجه، بس الفكره ان هو مختصر، فانت لازم تبقى فاهم الكلام اللي فيه. اول حاجه الديودينم بتديفلوب منين؟ فور جات ولا ميد جات؟ الاثنين، فور جات وميد جات، الفيرست بارت ونص السكند بارت لحد الاوبننج بتاع الكومن بايل دكت ده مين؟ فورجت. السكند بارت تحت الاوبننج بتاع الكومن بايل دكت والثيرد وفورث بارت ده مين؟ ميد جت. حلو قوي. الديودينم الاول تبقى عباره عن كونفكس فورورد لوب زي اللي شفته على الدكتور كده، صح؟ اتتشد للبوستيريور ابدومينال وول بميزنتري اسمه ايه؟ ميزوديودينم. هل احنا موجودين دلوقتي في ميزوديودينم؟ لا، ده بقى ابزوربد.
الهيباتيك بارد اللي احنا شفناه الاصفر ده بيبقى اتاتشد لانه وول من الديودينال لوب ده الفنترال وول لانه هينمو بعد كده لقدام صح. وبعدين البوزيشن اوف ذا ديودينم تشينجد ليه بقى بيتشينج؟ اول حاجه زي ما الاستومك حصل لها 90 درجه للكلوك وايز روتيشن حصل كلوك وايز روتيشن للديودينم 90 درجه حوالين انه اكسس لونجيتيودينال اكسس زيها زي الاستومك ده بيروتيت الديودينال لوب زي ما شفته على الدكتور ناحيه انهي سايد الرايت سايد زي ما احنا دلوقتي. ديفرنشال جروس اوف ذا ديودينال وول ده يعني ايه؟ يعني في وول من الديودينام هيسبق الثاني فده اللي بيخلي الليفر بادي اللي كانت قدام دي يبقى الاوبننج بتاعتها فين الكومن بايل دكت اصلا في البوستروميديال اسبيكت صح. يبقى هيحصل ديفرنشال جروس للوول بحيث ان الايه الليفر بادي تروح تفتح ورا. يبقى differential growth of the duodenal wall so the common bile duct will open into ايه ده كاترة البوستروميديال وول بتاع الديودن. الحدث الثالث ايه؟ مش الاستومك كانت حصلت فيها ثلاث احداث الروتيشن والديفرنشال growth تمام والاستومك حصل فيها روتيشن زياده اللي هو حوالين انتروبوستيرور اكسس. هنا الحدث الزياده هو مين؟ الابزوربشن بتاع الميزوديودن. الديودينام هتبقى ريتروبيريتونيال كلها ولا في حته منها اللي هي انهي اللي اتاتش للاستومك الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينام. وبعدين لما الديودينام حصل لها روتيشن كده الديودينام والهيد اوف بانكرياس بريس اجينست ذا دورسال بودي وول اللي هو البوستيرور ابدومينال وول اند ذا رايت سيرفيس اللي انتوا شفتوه بتاع الميزوديودينام ده يلحم مع مين فيوزس مع مين مع البريتونيوم اللي ورا. وبعدين الاثنين لايرز يختفوا لما يختفوا الديودينام والهيد اوف بانكرياس تبقى موجوده فين ريترو بريتونيوم تمام. هل الديودينام من اولها مفتوحه؟ لا اثناء السكند مانس اليومن بيبقى مقفول جواه ابيثيليال بلوك ماشي. وبعدين is obliterated by proliferation of cells in its lumen. وبعدين اليومن ده يحصل له حاجه اسمها ايه ريكانالايزيشن يتفتح تاني والكونجنيتال انوماني خلاص قلناها كده مفهومه يا دكاتره سهله قوي. الابزوربشن يعني اختفاء يعني زي ما انت شفت كده اجزاء تديسابير. هنا كان عندي بص احنا دلوقتي لما لفينا زي ما انا لفيت عليك كده كان في اللاير اللي هنا صح اللاير دي حصل لها ابزوربشن يعني حصل لها ديسابيرنس ما بقتش موجوده امتصت ماشي الكلام. طيب تعالى لنا بص الديفرنشال جروس ده عباره عن ايه. احنا الاول كان عندنا الاستوم الديودينام دي كانت كده صح الليفر الاول كان موجود قدام صح وبعدين حصل لها الروتيشن فالليفر بقى موجود ناحيه الرايت سايد. الليفر ده جاي البط كده وفهمها لك دلوقتي البط دي اللي هتعمل الفيوتشر كومن بايل دكت صح. هل الكومن بايل دكت مكانها اصلا في الانتيريور بارت بتاع الديودينام كده؟ لا دي مكانها ورا صح. طيب ايه اللي يحصل علشان الديودينام دي بدل ما فتحت الكومن بايل دكت تفتح فيها من على الرايت سايد كده تفتح ورا الوول اللي ورا ده ينمو اسرع صح. لما ينمو اسرع يخلي كومن بايل دكت دي تروح تفتح ورا ماشي الكلام. يبقى الوول وول هيسبق التاني الوول ده هينمو اسرع فبالتالي الفتحه اللي مفتوحه قدام دي تبقى ريلاتيفلي ورا ماشي الكلام. طيب تعالوا بقى للحاجه الثالثه اللي هي مين الليفر. الليفر ده سهل جدا لان احنا عارفين عنه معلومات كتير قوي. اول حاجه الليفر ده هينمو از ان اوت جروث. يعني ايه كلمه اوت جروث؟ حاجه طالعه من انه جزء يا ترى من الاستومك ولا من الديودينام؟ من الديودينام احنا لسه شايفينه دلوقتي صح. حلو قوي. طبعا هو فورجات لان هو كل ده تبع الفورجات اللي احنا بنشرحه. قال لك الليفر ده لما هينمو زي ما بصينا كده وكان طالع من قدام كده صح لما هينمو هيطلع لفوق كده هيكبر لفوق وبعدين هيلف مع الاستومك لما بتلف. لما بيطلع لفوق كده بينفيد الحاجه اللي فوق اللي هتعمل الفيوتشر دايفرام. ايه الجزء اللي موجود فوق اللي هيعمل الفيوتشر دايفرام؟ سيبتم ترانسفيرسا. عارفين يا اولاد
ده عبارة، عارفينه ولا لأ؟ ما سمعتش عنه خالص. بص البيبي، لو احنا تخيلنا كده ان انا بيبي اثناء الانتراتورال لايف، بس احنا بصين من الاول ماشي. البيبي عنده حاجة، حاجز فاصل ما بين الجزء اللي هيبقى اورال كافيتي وثوركس ونيك وهكذا، وحاجة اللي هتعمل بعد كده الفيوتشر ابدومينال كافيتي، عبارة عن حاجز اسمه سيبتم، يعني جدار ترانس فيرسم لانه محطوط بالعرض. ده اللي هيعمل مين؟ هيعمل الفيوتشر دايفرام. ليه هو الدايفرام واحنا عايشين بيفصل ايه عن ايه؟ الثوراسيك كافيتي عن الابدومينال كافيتي. حلو قوي. الليفر لما جه كده وبعدين كبر دخل جوه السيبتم ترانسفيرسم، ده السيبتم ترانسفيرسم كان كبير، جزء ميزوديرمال كده كبير فاصل الثوراسيك كافيتي عن الابدومينال كافيتي. ايه اللي هيحصل؟ الليفر يطلع لفوق كده وينفيد السيبتم، ده اللي اسمه سيبتم ترانسفيرسم. حلو. قال لك البط ده، الهيباتيك بط اللي احنا شفناها دي وهي طالعه، مش طالعه على طول كده، طالعه بستيم تمام. وبعدين الستيم ده بيتقسم جزئين، جزء هيعمل الفيوتشر ليفر وجزء هيعمل فيوتشر مين؟ جول بلادر. الجزء اللي هيعمل الفيوتشر ليفر ده اسمه بارز هيباتيكا، اسمه ايه ده كتره؟ بارز هيباتيكا. والجزء اللي هيعمل الفيوتشر جول بلادر ده اسمه بارز سيستيكا. سيستيكا يعني حاجه سيستيك كده تمام. يبقى عندي بارز هيباتيكا وبارز سيستيكا تمام. مين اللي طالع لفوق ومين الناس اللي تحت؟ يعني مين اللي طالع ناحيه الكرينيال اند بتاعه البيبي ومين اللي رايح ناحيه الكودال اند؟ البارز هيباتيكا رايح فين؟ ناحيه الكرينيال اند، عشان قلت لك ينفيد السيبتم ترانسفيرس. والبارز سيستيكا رايح ناحيه انهي اند؟ الكودال اند. حلو جدا. بص بقى البارز هيباتيكا ده في الاخر خالص هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي الليفر صح؟ وهيتقسم لتو داكتس اللي انتوا شايفينهم دول، اللي هيبقوا مين؟ التو هيباتيك داكتس. يبقى البارز هيباتيك ده هيعمل لي الليفر وهيتقسم لتو داكتس اللي هم التو هيباتيك داكتس. طب امال مين اللي اتحاد التو هيباتيك داكتس دول؟ الكومن هيباتيك داكت. طب تعالوا نشوف البارز سيستيكا. البارس سيستيكا هيعمل لي الضغط اللي خارجه من الجول بلادر صح، اللي هي اسمها ايه؟ سيستيك ضغط. وهي الديستال بارت بتاعه هيكبر تمام، وهيعمل لي بلادر اسمها ايه البلادر دي؟ جول بلادر. يبقى البارس هيباتيكا ده مسؤول عن تصنيع مين؟ الليفر والاثنين هيباتيك ضغطس اللي هيتحدوا يعملوا انهي ضغط يا دكاتره؟ الكومن بايل ضغط. طب البارس سيستيكا ده هيعمل مين؟ الجول بلادر وانهي ضغط؟ السيستيك ضغط. حلو جدا. طب امال الانيشيال ستيم، الستيم الاساسي بتاع الليفر بود دي قبل ما تطلع وتتقسم اتنين هيعمل لي انهي ضغط؟ الكومن بايل ضغط اللي هي اتحاد مين مع مين؟ الكومن هيباتيك مع السيستيك. حلو جدا. تعالى بقى اشوف الهيباتيك بود بقى اللي طلعت دي هتعمل ايه؟ قال لك اول حاجه هتعملها تتقسم 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 كده يا دكاتره. احنا عرفنا دلوقتي هي كل واحده مسؤول منها انهي ميشن، هنشوف بقى هتحقق الميشن دي ازاي. اول حاجه الهيباتيك دكت دي تتقسم كتير قوي 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 كده وتعمل حاجه اسمها ليفر كوردز. ايه الليفر كوردز دي؟ خدته في الهيستولوجي. الليفر ده عباره عن ايه؟ كوردز كده من الهيباتوسايتس صح. حلو قوي. يبقى البارز هيباتيكا دي كل هيباتيك ضغط تتقسم لكوردس كتيرة قوي. ماشي الكلام. قالك بس بصوا بقى ده كده يا ولاد مين؟ ده كده الجط بتاعي صح؟ وده مكان الامبليكال كورد. شايفين الحتة دي؟ ده مكان السيبتم ترانسفيرس اللي هو ايه؟ اللي هو فاصل الهارت اللي هيبقى فوق ده عن بقية الايه؟ بقية الجزء اللي هيبقى فيوتشر ابدومينال كافيتي. ماشي؟ طيب دلوقتي الليفر وهو طالع كليفر بط كده واتقسم لكوردز كتيره قابلته مشكله. ايه المشكله اللي قابلته؟ قال لك في فينز اللي طالعه من تحت دي ورايحه فوق. ايه الفينز دي؟ احنا مش قلنا البيبي ده بياخد النيوتريشن بتاعه عن طريق المذر؟ اه، عن طريق فينز جايه
ورايحه تدخل في الهارت بتاع البيبي صح؟ الفينز دي اسمها امبيليكال فينز، هتجيب البلود تدي للبيبي عشان تعملوا نيوتريشن تمام. وفينز تانية اسمها فيتيلاين فينز برضو جاية من البيبي من ناحية الحاجة اللي هتبقى الفيوتشر امبيليكال كورد وطلع عشان تطلع لحد الهارت. طب الليفر ده كده الهيباتيك بود ودي كده السيستيك بود صح؟ الهيباتيك بود دي عمالة تتقسم 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 لكوردز كده، ولقت في طريقها مين اللي طالع في طريقها؟ الفيتيلاين والامبيليكال، تعمل فيهم ايه؟ تكسرهم. فاهمين؟ يبقى الليفر كوردز ماشية كده وعمالة تنمو تبروليفريت صح؟ تعمل كوردز 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 كده من الهيباتوسايتس. قابلت حاجات طالعة اللي هما مين؟ الامبيليكال فينز والفيتيلاين فينز طالعين عشان يوصلوا للهارت صح؟ الهيباتيك كوردز دي تعمل ايه؟ تكسر. فاهمين؟ الهيباتيك كوردز تكسر الفيتيلاين دوتس. تعمل مين بقى جوه الليفر؟ الساينوسويدز. برافو عليكم. يبقى تعمل جوه الليفر ليفر ساينوسويدز. يبقى منشأ الليفر ساينوسويدز دي ايه؟ ان الهيباتيك كوردز قابلت فينز جايه ومعديه في السيبتم ترانسفيرسم عشان توصل للهارت، اسمهم ايه؟ فيتيلاين وامبيليكال فينز صح؟ ماشيين في السيبتم ترانسفيرسم عشان يوصلوا للهارت، قابلتهم الهيباتيك كوردز كسرتهم، واضح؟ حلو قوي. قال لك طيب انت قلت لنا دلوقتي لو احنا بصينا كده هسألكم وانتوا تقولوا ده انه بارز، بارز هيباتيكا ولا بارز سيستيكا؟ بارز هيباتيكا. وده مين؟ بارز سيستيكا. بارز سيستيكا ده هيعمل حاجتين، مين هما؟ السيستيك دكت والكومن بايل دكت، طالعين از فنترال باد من مين؟ من ديودينم، دي الاستومك ودي الديودينم. الهيباتيك باد دي دلوقتي هتعمل مين؟ هتعمل الليفر نفسه وهتعمل الاثنين دكتس دول اسمهم ايه؟ هيباتيك دكتس. وهتعمل مين يا دكاتره؟ الكوما هيباتيك دكت. حلو قوي. قال لك احنا دلوقتي اتقسمنا الكوردز كتيره وقسمنا وجينا قابلنا الفيتيلاين فينز وكسرناهم وعملنا ليفر ساينوسويدز. كل الاحداث اللي حاصله دي حاصله في انهي بارتيشن اللي قاسم فوق الهارت عن تحت الابدومينال كافيتي؟ السيبتم ترانسفيرسم. معنى كده ان الليفر بينفيد السيبتم ترانسفيرسم ده ويعمل جواه الستراكشرز دي؟ اه. فبالتالي جروث بتاع الليفر ده كده الاستومك، واحنا لسه بيبي برضه ماشي. فبالتالي الجروث بتاع الليفر ده قسم السيبتم ترانسفيرسم لثلاث اجزاء. السيبتم ترانسفيرسم اللي هو كتله الميزوديرم اللي هنا ده، قسمها لجزء فوق اسمه كرينيال بارت صح، وجزء في النص سنترال بارت. الليفر عمال ينمو جواه، ينمو ينفيد كتله الميزوديرم دي، وجزء تحت اسمه كودال بارت. فين البيبي؟ فين راس البيبي؟ فوق ده كده كرينيال، وتحت ده كده التيل يعني كودال. حلو قوي. الكرينيال بارت ده هيعمل ايه في المستقبل؟ هيعمل جزء من الدايفرام صح، اللي هو ايه؟ جزء اللي كان خرمه انا قلت لك قبل كده الانفيرور فينا كيفا اللي اسمه ايه؟ سنترال تندون اوف ذا دايفرام. حلو، ميزوديرمال. طب والجزء السنترال بارت اللي الليفر نما جواه ده، بما ان الليفر نما جواه عمل النباتيك كوردس وكسر ساينوسويدز، جزء السيبتم ترانسفيرسم ده بقى موجود جوه الليفر صح؟ عمل ايه جوه الليفر؟ عمل الكونكتيف تيشو بتاع الليفر. حلو جدا. وعمل خلايا موجوده في الليفر اسمها فون كومفر سيلز، عارفينها؟ حلو قوي. وعمل خلايا اسمها هيموبويتيك سيلز. الحاجات دي معموله بايه؟ بالكرينيال بارت ولا بالسنترال بارت ولا بالكودال بارت؟ بالسنترال بارت. طب والكودال بارت اللي هو الجزء الاخير ده هيعمل الليجامنتس اللي توصل الليفر بالانتيرير ابدومينال وول اللي كان اسمها ايه؟ فالسيفورم ليجامنت. والليجمنتس اللي هتوصل الليفر بالدايفرام اللي هما الكوروناري والتريانجولر ليجمنت، لان الدايفرام عامل زي القبه جاي قدامه جاي فوق. فهمتوا يا اولاد؟ تمام التمام. دكتور الدايفرام طالع من الدايفرام كانه قبه يعني عليا انا، كانه هو كده جاي من قدام، من قدام كده ليه اتاتشمنت قدام وليه اتاتشمنت على السايدز وليه اتاتشمنت ورا. ورا في الاثنين كروره والميديان اركوت ليجامنت واللاترال اركوت ليجامنت وهكذا.
من على الجنب ماسك في الريبس من على اليمين والشمال، ومن قدام ماسك في الباك اوف ذا ستيرنم، يعني حط الاسترنم كده ماشي الكلام. فهو عامل زي القبه دي من قدام ومن السايدز ومن ورا ماشي الكلام. يبقى دول كده يا دكاتره التلات اجزاء بتوع مين؟ بتوع السيستم ترانسفيرسال اللي قسمهم الليفر بالطريقه دي. يعني دكتور الليفر ساب جزء من السيستم ترانسفيرسال عشان يتحول لدايفرام ولا عمل له انديجل؟ بصي يا روح قلبي، السيستم ترانسفيرسال ده يا ريتني جبت معايا صرصار. السيستم ترانسفيرسال ده كانه كتله ميزوديرم، كتله صرصار ماشي، والليفر دخل جوه كتله الصرصار دي. لما دخل جواها عمل ايه؟ ساب جزء من الصرصار ده فوق اللي هيعمل السنترال تندون ماشي الكلام، وساب جزء من الصرصار ده قدام اللي هيعمل الفالسيفورم والتراينجولار ليجامنت والكوروناري ليجامنت. فهمت كده؟ تمام. وساب ايه وبقى جواه؟ هو لما دخل كده جواه جزء من السيبتا ترانسفيرسال ده دخل في قلب الليفر نفسه، فعمل الكونكتيف تيشو وعمل هيموبايتيك سيلز والفونكوفر سيلز. واضح ولا؟ تمام. قال لك طيب هل الليفر ده، اسمعوني يا حبايبي، هل الليفر ده من ساعة ما اتولدنا احنا دلوقتي واحنا عايشين كده الليفر بتاعنا قد ايه؟ كيلو ونص صح؟ يعني وزن كبير قوي، بس الوزن الكبير قوي ده ما يمثلش وزن كبير بالنسبة لوزني صح؟ الكيلو ونص دول ما يمثلش حاجة بالنسبة لستين كيلو او السبعين كيلو دول صح؟ حلو. البيبي الليفر ده بقى اول لما كنا احنا بيبي في بطن مامتنا قال لك عند 10 اسابيع، والارقام كده سينكرونس مع بعضها، الليفر ده بيمثل 10% من وزن البيبي. تخيلوا 10% دي حاجه كبيره ولا قليله؟ دلوقتي 1% ده حاجه بسيطه جدا صح؟ الكيلو ده واحد على 60، انما ال 10% دي ايام ما كان البيبي قد كده. فاهمين الفكره؟ ده حاجه كونسيدرابل بالنسبه للوزن. ليه بقى؟ قال لك لان الليفر اثناء الانترا يوتراين لايف واحنا لسه 10 اسابيع ما كانش اتكون مين؟ البون مارو. فكان الليفر هو اللي بيقوم بفانكشن الهيموفويسيس، تصنيع الايه؟ الار بي سيز والواي بي سيز وهكذا، ماشي الكلام؟ وبعدين عند الولاده اتكون بون مارو ولا لا؟ اه طبعا، ده انا بعمل للبيبي الصغير بذل وباخد منه جزء من البون مارو وهكذا. فبالتالي عند الولاده بيعمل 5% بس من ايه؟ من التوتال بودي ويت بتاع البيبي، ماشي؟ تعالى بقى نشوف ايه الكونجنيتال انوماليز اللي ممكن تحصل. احنا متفقين ان اي حاجه الليفر ده ظهر كليفر بد صح؟ اي حاجه ظهرت كبد كده معرض يحصل لها ايه؟ اي اليومن؟ اتريزيا او ستينوس ستيديا. بس الستينوس هيحصل في الليفر ولا هيحصل في مين؟ في البايل دكت صح؟ يعني هيحصل واحنا ماشيين كده كليفر بد، اجيب لكم كده، واحنا ماشيين كليفر بد يحصل في اي حته بقى، يحصل هنا في الكومن بايل دكت، يحصل هنا، يحصل جوه الليفر، ما هو ده هينمو هيبقى ليفر صح؟ طيب يعني معنى كده ان البيليري اتريزيا دي ممكن تبقى اكسترا هيباتيك وممكن تبقى جوه الليفر نفسه صح؟ انترا هيباتيك. تفتكروا مين الاخطر؟ الانترا هيباتيك دي صعبه جدا في العمليات الجراحيه، انما الاكسترا هيباتيك لا دي كويس، ممكن الدكتور يدخل ويعمل انترفينشن ويعمل دايلاتيشن وهكذا. يبقى اول حاجه بيليري اتريزيا. تاني حاجه قال لك بدل ما الليفر يتقسم، مش الهيباتيك بط دي هتتقسم بعد كده للتو داكتس دول، والداكتس هتعمل كوردس 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 وتعمل الليفر تيشو بعد كده، بدل ما يتقسم لتو داكتس يتقسم لاكتر، يبقى حاجه اسمها اكسسوري هيباتيك داكتس. اسمها ايه يا دكاتره؟ اكسسوري هيباتيك داكتس. ايه تاني؟ الفالس سيستيكا بقى ده بدل ما يعمل لي، هو المفروض يعمل لي مين؟ سيستيك داكت وجول بلادر. الجول بلادر تتقسم، يحصل دوبليكيشن للجول بلادر، ماشي الكلام؟ كده في مشاكل؟ الدنيا سهله خالص. هنقرا برضو الكلمتين كده مع بعض عشان نرتب، بس ما تحسش ان الموضوع كبير، ترتب الموضوع في دماغك، الموضوع عباره عن صفحه واحده، بس انت تقسمه زي ما انت مقسم الاستومك، ثلاث احداث حصلوا فيهم. الروتيشن حوالين لونجيتيودينال اكسس والديفرنشال كروس والروتيشن حوالين الانتروبوستيريور اكسس. ثلاث احداث حصلوا في الديودينال، ظهر الليفر بد وحصل روتيشن وحصل ابزوربشن للميزوديودينال والديفرنشال كروس، ماشي؟ فالاحداث بسيطه والاحداث مش صعبه. اول حاجه الليفر بيأبير از اوت جروث من اللور بارت اوف ذا فور جات صح؟ ليش يا ولادي حبايبي اللي عايز اسال سؤال اساله؟
تمام؟ لان احنا متفقين من الاول ايه اجزاء الفرجات، وقلنا معاهم الاكسسوري اورجانز الليفر والسبلين والبنكرياس وهكذا. الليفر دوت ايلونجيتس اند بينيتريتس الانفيريور بارت بتاع مين؟ السيبتم ترانسفيرسوم. وهو طالع الليفر بارت وهي طالعه تتقسم جزئين، جزء اسمه ايه؟ بارز هيباتيكا اللي هيبقى كرينيال ولا كودال؟ كرينيال. وجزء تحت بارز سيستيك. اول حاجه بارز هيباتيكا، ناوي يعمل ان شاء الله بارز هيباتيكا ده في المستقبل الكومن هيباتيك دكت ومين؟ ويتقسم للاثنين هيباتيك دكتس. وبعدين كل هيباتيك دكت تتفرع برانشز انتو مالتيبل كوردز اوف ليفر سيلز. الهيباتيك كوردز دي تتحول لحاجتين، هيباتوسايتس، في حاجه نسيت اقولك عليها، الابيثيليال لايننج بتاع الانترا هيباتيك بيليري سيستم. يعني شفتوا عارفين ان جوه الليفر ماشي باي كانالكيولاي، دي اللايننج بتاعها اندوديرم برضه، ده جاي من الهيباتوسايتس برضه، ماشي الكلام. والهيباتيك ساينوسويدز جايه منين؟ الهيباتيك ساينوسويدز من الفيتيلاين والتو امبيليكال فينز اللي هيبقوا بروكن داون يتكسروا بمين؟ بالهيباتيك كوردز. حلو قوي. البارز اللي بعده اسمه بارز ايه؟ سيستيكا. ده الجزء الكرينيال ولا الكودال؟ الكودال. حلو قوي. ده الجزء بتاعه الديستال يبقى دايليتد، يعمل حاجه اسمها جول بلادر. والبروكسيمال ستيم يعمل لي الضغط اللي اسمها ايه؟ سيستيك ضغط. ذا اوريجينال ستيم بقى اوف هيباتيك بود، الستيم ده الاصلي هيعمل لي مين بقى ده؟ الاوريجينال ستيم ده الكومن بايل ضغط، صح؟ حلو قوي. تعال نشوف بقى السيبتم ترانسفيرسال ويل بي ديفايدد باي ذا جروث اوف ذا ليفر لثلاث حاجات، جزء كود اللي هو بادئ باللي تحت مش عارفه ليه، جزء تحت اللي هيجيف رايز لمين؟ للليسر اومنتوم والفالسيفورم ليجامنت والكروناري وترينجولار ليجامنت، الحاجات اللي هتاتاتش الليفر للانتير ابدومينال وول والستومك. وجزء سنترال اللي هيعمل لي مين؟ الهيموبويتيك سيلز والكوبفر سيلز والكونكتيف تيشو بتاع الليفر، صح؟ وجزء كرينيال هيعمل مين؟ السنترال تندر اوف ذا دايفريم، تمام؟ والسايز اند ويت قلناه والكونجنتال انتوس. يبقى عرفنا الاحداث بارز هيباتيكا زي ما قلت لك، انت تفهم كل حاجه بس في الاخر تسد في المعلومات. بارز هيباتيكا وبارز سيستيكا وبارز، كل واحد فيهم هيعمل ايه؟ وبعدين الهيباتيك بط تعمل الاستراكشرز اللي هتعملها، هتعمل هيباتيك كوردز والساينوسويدز هتيجي منين؟ والسيبتم ترانسفيرسم اللي هيتقسم ثلاث اجزاء، ماشي؟ الباقي كله انت هتعرف تكتبه مفيش مشاكل. نعم. بص يا روح قلبي، مش احنا قلنا ان هو عباره عن ستيم اصليه؟ بص ستيم اصليه اللي هي الستيم دي كده اتقسمت جزئين، بارز هيباتيكا وبارز سيستيكا، صح؟ الستيم الاصليه دي هتعمل الكومن بايل داكت. ليه؟ لان الكومن بايل داكت دي عباره عن اتحاد حاجتين، الكومن هيباتيك مع السيستم، دول اللي بيعملوا الكومن بايل، يبقى الاوريجينال ستيم ده اللي بيعمل الكومن بايل. اللي فوق البارز اللي فوق ده البارز هيباتيكا، ده البارز اللي تحت ده البارز سيستم، فهمت يا؟ طيب بصوا بقى، نيجي بعد كده لمين؟ للميد جاد، منتهى السهوله. الميد جاد بتاعنا ده بيشمل مين يا ترى؟ حد يقول لي؟ اللور بارت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودينم، صح؟ والثيرد والفورث بارت، والجوجينم والإليم ونص البنكرياس، صح؟ والجوجينم والإليم والسيكم وانهي كولون؟ السندنج ورايت كوليك فليكشر وانهي جزء من ترانسفيرس كولون؟ الرايت تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. حلو قوي. قال لك بصوا بقى ركزوا معايا بقى وانسوا احزانكم والمكم بقى كلها دلوقتي، ماشي؟ عايزين برضو الدكتور يجي يساعدنا. بص يا دكاتره، الديودينم احنا اتفقنا كان شكلها يو شيب دي كده، فاكرينها؟ كانت تحت الاستومك على طول، اوريها لكم بس كده في البيبي على بعضه وهو في الدورز الميزوجاستريم كده. بصوا اهي الديودينم كانت عباره عن الحته الصغيره دي، صح؟ بقيت بقى السمول انتستين كلها، كل الميد جاد ده، يعني من اول نص الديودينم لحد اخر الايه الرايت تو سيرتس اوف ترانسفيرس كولون، ده كان عباره عن
جه في الاول كان عباره عن يو شيبد كده لوب ميد لاين لوب كده تمام شكله يو شيبد امسك بس ده كده فوق شكله يو شيبد كده تمام ده هيعمل ايه هيعمل الميد جاب كله تمام طب لو انا غششتك وقلت لك ان اللب اللي تحت ده فيها يطلع فيه دايلاتيشن كده اسمه سيكم ماشي الكلام وان اللوب ده هيتقسم لتو لمس يعني دراعات دراع الناحيه دي ودراع تحت الدراع اللي فوق ده اسميه كرينيال لب ولا كودا لب كرينيال حلو جدا والدراع اللي تحت ده اسميه ايه كودا طب لو انا عندي هنا سيكم ممكن تقول لي الكرينيال لب ده هيعمل ايه والكودا لب ده هيكمل ويعمل ايه احنا متفقين ان ده كله ايفنتشوالي هيبقى مين هيبقى الميد جاد كله مش سمول انتستين بس هيبقى الميد جاد من اول نص الديودينم لحد الاخر صح طب لو هنا في سيكم يبقى اللمب اللي فوق ده هيعمل لي مين من اول كده ايه ده كده مين الازرق الديودينم برافو عليك نص الديودينم والجوجينم والإيليم ده هيجي بص يكمل لي الإيليم الكودا اللمب يكمل لي الإيليم ويعمل السيكم صح وبعد السيكم ascending colon ورايت كوليك فليكشر وبعدين الابيض الرايت تو ثيردز بتوع الترانسفيرس كولون يبقى هو كان شكله كده واحنا بيبي ليه تو لمبس كرينيال لمب وكودا لمب والكودا لمب ظهر فيه الدايلاتيشن ده اللي هو هيبقى مين السيكم يسالك في الامتحان الكرينيال لمب هيعمل ايه والكودا لمب هيعمل ايه الكرينيال لمب هيعمل نص الديودينم اللي هو اللور بارت بتاع السكند والثيرد فورس ومين وجوجينا ونص الإيليم ماشي الكلام وبعدين ركز بس معايا بعدين هقرا معاك من الكتاب بقيه الإيليم اللي هو سمول بارت من الإيليم والسيكم وكله بقى اسندنج ورايت كوليك فليكشر والرايت توسيرس ترانسفيرس كولون كل ده معمول من انه لمب من الكودا لمب قال لك طيب هل هو كان كده يعني هل هو كده ومش متصل باي حاجه قالوا لا للاسف ده متصل بالانتيريور ابدومينال وول ماشي يعني ده مخروم كده ومكمل معايا لقدام كده ماشي عامل حاجه هتخرج بعد كده تدخل جوه الامبليكال كورد تمام بتاع البيبي اسمها فيتيلو انتستاينال داكت اسمها ايه يا دكاتره فيتيلو انتستاينال داكت يبقى هو اتاتشد هيبقى ريليتد يقول لك ريليتد للساك اللي اسمها يوكساك واللي هي هتعمل فيوتشر امريكال كورد دي عن طريق الفيتيلو انتستاينال داكت ماشي الكلام لحد كده في مشاكل سهله قوي قال لك طب هو الفيش اليو شيبد لوب ده مين الارتري اللي ماشي جواه اللي هيغذيه كده من النص ايه رايكم سوبيرو ميسنتريك برافو عليكم عرفنا ازاي لان ده ارتري الميد جاد صح قال لك السوبيرو ميسنتريك ده هيأكت از ان اكسس يعني ايه هيبقى هو المحور اللي هيتحرك عليه الميد جاد ده ماشي الكلام طيب تعالوا نشوف بقى هيروتيت ازاي الاستومك كان الروتيشن بتاعها سهم صح 90 درجة وبعد كده حوالين انتروبوستيريو اكسس حتة صغيرة كده تمام الروتيشن بقى بتاع الميد جاد ده هيحصل ازاي بس انا مش عارفني قوي كده الروتيشن بتاع انسيتا كده الروتيشن بتاع الميد جاد ده هيحصل ازاي قال لك اول روتيشن هيجيب هيخلص الدكتوراه وانا قال لك اول روتيشن طبعا احنا لازم نتفق الجزء اللي انا ماسكاه بايدي ده ديودينم اللي هو الازرق ده ديودينم ولا ترانسفيرس كولون ديودينم والابيض ده مين ترانسفيرس كولون حلو اول روتيشن 90 درجه تو ذا ايه رايت سايد كده انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه ماشي الكلام الروتيشن ده عمل ايه جاب الكرينيال اند اللي فوق ده جابه ناحيه ايه الرايت سايد طب والكودال اند ده بقى ناحيه ايه الليفت سايد حلو قوي انا الروتيشن ده بيحصل امتى بيحصل اثناء الهيرنيشن يعني ايه كلمه هيرنيشن قالوا دلوقتي اللوب ده هل ده منظر ال6 متر بتوع اللارج انتست بتوع السمول انتستين والمتر ونص بتاع اللارج انتستين
ما عدا يعني الجزء اللي فاضل ده لا مش منظر خالص، ده المفروض ده يلونجيت ويبقى حاجه كبيره جدا صح. طب هل الابدومينال كافيتي بتاعه البيبي الصغيره خالص دي تستوعب ان كل ده ينمو جواها؟ لا. فايه الحل الوحيد؟ الحل الوحيد ان اليو شيبد لوب ده يطلع كده بره الابدومينال كافيتي، يدخل كده جوه اليوكسيك، يعني يعمل هرنيا. كل ده كده يطلع بره اليوكسيك، يعني تبقى اليوكسيك كده محوطاه تمام، وهنا في بقيه البيبي كده عادي وهو يدخل جواه. ماشي الكلام؟ اثناء ما هو بيطلع براها كده بيعمل اول روتيشن اللي هو الانتي كلوك وايز 90 درجه، ماشي، اللي بيجيب الكرينيا اللي بناحيه الرايت سايد والكودا اللي بناحيه الليفت سايد. ماشي الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل في الاسبوع السادس، يعني واحنا لسه بيبي في بطن مامتنا في الاسبوع السادس. حلو. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هينمو بقى الجزء ده كله، الجزء اللي اسمه جد ده هينمو بره بقى براحه البيبي. شوف تخيلوا كلنا حصل لنا فيسيولوجيكال امبريكال هيرنيا، احنا في الاسبوع السادس كان عندنا هيرنيا كل البشر دول، عشان بعد كده محدش يتكبر على حد ولا حد يعمل لحد انا الدكتور وانت المريض والكلام ده. ماشي. بعد الفسيولوجيكال امبريكال هيرنيا دي الانتستين قعدت بره بقى براحتها، تنمو براحتها خالص بعيد عن الابدومينال كافيتي اللي بقى ضيق جدا علينا ده. وبعدين عند ال 10th week يعني عند الاسبوع الكام؟ العاشر. انا قلت لك الليفر ده بيفضل 10% من وزن البيبي لحد فين؟ لحد امتى؟ لحد 10 اسابيع. وبعدين ينمو مين؟ البون مارو صح؟ فبالتالي انا مش محتاج الليفر دلوقتي، فالليفر يصغر لانه ما بقاش يعمل هيموبويتيك فانكشن بتاعته فصغر. وبعدين الكدني لو تفتكروها كانت بتمر بمراحل صح؟ ميزو نيفروس، فاكرين لما يقول لك ايه مش عارفه اونتوجوني اكسبلينز فايتولوجي، عارفين القصه دي؟ يعني التطور بتاع البيبي، التطور بتاع البيبي كانوا بيسالونا كده في الماجستير. اونتوجوني ده يعني ايه؟ يعني التطور بتاع البيبي في بطن مامته ده بيريفيل التطور اللي حصل في الكائنات الحيه. تطور الكائنات الحيه ان السمكه الضفدع ده متطور عنها صح؟ احنا مرينا بمرحله السمكه ومرينا بمرحله الضفدع وكان عندنا خياشيم في رينج الارشز واختفت وهكذا، عارفين القصه دي ولا مش قوي؟ ما علينا. الكدني كانت بتمر بثلاث مراحل، مرحله زي السمكه، الكدني بتاعت السمكه بالظبط جرو نيفروس، وبعدين مرحله زي الضفدع ميزو نيفروس، وبعدين مرحله زي البرايمتس ميتا نيفروس. كل مرحله كل كدني تتكون وتديسابير وتظهر اللي بعدها، المرحله اللي بعدها وتديسابير، فاكرين حاجه زي كده؟ ايوه. طيب فبالتالي كل كدني بيحصل لها ريجريشن، الميزو نيفروس دي او البرو نيفروس دي صغرت. ماشي. فالابدومينال كافيتي وسعت هي شويه، يبقى الليفر صغر والكدني هي صغرت شويه، وايه تاني؟ والابدومينال كافيتي نفسها كبرت خلاص. يبقى ده وقت مناسب لايه؟ للريدكشن بتاع الهرمون. قال لك واحنا ركزوا بقى معايا، واحنا بنعمل ريدكشن، احنا الاول عملنا 90 درجه الكاونتر كلوك وايز ده، يحصل ايه بقى واحنا بنعمل ريدكشن واحنا بنلف؟ قال لك نعمل 180 درجه كمان. يعني احنا الاول عملنا 90 واحنا بنهرنيت، واحنا بنرجع نعمل 180 درجة كمان. طب واحنا راجعين بنعمل 180 درجة كمان كده، جبنا السيكم على انهي ناحية؟ على الرايت سايد اللي هو الوضع بتاعنا صح الطبيعي. وبقى الترانسفيرس كولون فوق مين؟ فوق الديودينم صح؟ اللي هو الوضع الطبيعي برضه صح؟ مش الترانسفيرس كولون ما عندي على الديودينم على السكند بارت بتاع الديودينم كده والميزو كولون بتاعه ما عندي عليه؟ حلو. يبقى جبنا السيكم على الرايت سايد وجبنا الترانسفيرس كولون فوق الديودينم تمام التمام، ورجعنا الكلام ده واحنا بنرجع واحنا بنعمل ريدكشن عملنا 180 درجه. الكتاب مجمعهم لك على بعض، كاتب لك احنا عملنا روتيشن 270 درجه، 90 درجه اثناء الهرنيشن و180 درجه اثناء الريدكشن، بس انت فاهمها خلاص. طيب هل احنا بقى هنرجع كده يلا يا جماعه نلم اللوبس دي ونرجع؟ لا. امال ايه؟ هنرجع بترتيب معين. ركز معايا بقى، يبقى بقول لكم ايه الشغل كله.
خلاص بقى الديستنج كبرت بقى. بصوا يا ولاد، واحنا بنعمل ريدكشن، احنا اتفقنا لما عملنا ريدكشن بعد كده اللي احنا دلوقتي كنا ازاي، ده كده كان في الاول بس ده قبل الالونجيشن يعني صح. ودي كانت الزرقاء دي كانت مين؟ كانت الديوجرام اللي جت على الرايت سايد، وبعدين عملنا روتيشن كمان 180 درجة وجبنا الترانسفيرس كورن فوق الديوجرام صح. هنرجع بقى اللوبس دي، ركز معايا. احنا دلوقتي اول سمول انتستين بعد الديوجرام ده مين؟ الجوجينوم والإليم صح، الطويل او اللي عامل المثلثات ده. الجوجينوم والإليم كده بقوا على الرايت سايد ولا بقوا على الليفت سايد؟ على الليفت سايد. هم دول اول حاجه هترجع، الجوجينوم والإليم اول حاجه هترجع، هترجع على الليفت سايد. هل مكان الجوجينوم على الليفت سايد ده المكان الطبيعي بتاعه؟ ايه رايكم؟ الإليم بيبقى اكتر فين؟ على الرايت سايد عشان هيفتح في السيكوب، والجوجنم بيبقى اكتر فين؟ على الليفت سايد، يعني ده المكان الطبيعي بتاعه صح. يبقى الجوجنم هيرجع الاول، ركز معايا، اول حاجه هترجع الجوجنم هيرجع على الليفت سايد، حلو قوي. وبعدين اخر حاجه هترجع السيكوم، ماشي الكلام؟ اخر حاجه هترجع السيكوم، السيكوم هيرجع على فين؟ على الرايت سايد. يبقى اول حاجه هترجع الجوجينوم على الليفت سايد، اخر حاجه هترجع السيكم على الرايت سايد. طب لما السيكم رجع على الرايت سايد بقى تحت مين؟ بقى تحت مين وهو على الرايت سايد كده؟ الليفر صح، بقى سب هيباتيك مش كده. وبعدين السيكم ده يطول ينزل لتحت، لما ينزل لتحت يعمل ايه هنا؟ اسندنج كولون صح، فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ بصوا احنا دلوقتي لما احنا فهمنا لحد كده، لحد دول الديودينام اهو، والديودينام كان لف التسعين درجه، وبعدين لفينا لفه كمان اللي هي 180 درجه واحنا بنرجع. هنرجع بقى ازاي؟ قال لك اول جزء هعملها لكم على الصغير عشان يبقى سهل عليكم. احنا كده لفينا التسعين درجه اثناء الهرنيشن واحنا بنطلع، وبعدين لفينا 180 درجه اثناء الريدكشن. هنرجع اللوبس، اول جزء هيرجع ده اللي هو مين؟ الجوجنم، هيرجع على انهي ناحيه؟ على الليفت سايد. ويقعد تملى بقى اللوبس دي اللي بالاصفر دي كلها تدخل لي مش كده؟ اللوبس دي كلها تدخل لي اللي هي موجوده بالاصفر دي. وبعدين اخر حاجه خالص هترجع الريكتم اللي سيكم اسفه، السيكم هيرجع على انهي ناحيه؟ على الرايت سايد، يبقى تحت الليفر. وبعدين بعد ما رجع لي تحت الليفر عمل ايه؟ بقى صب هيباتيك اهو، عمل ايه؟ ينزل لتحت، ماشي الكلام؟ لما ينزل لتحت يبقى السيكم رجع لمكانه الاصلي، وعمل لي مين فوق؟ الاسندين كولون، وده مكمل معايا الترانسفيرس كولون عادي صح؟ ده كده مكمل معايا الترانسفيرس كولون، ماشي؟ تعالوا بقى كده نمشي بالكلام اللي احنا قلناه ده خطوه خطوه، نبص عليه وبعدين هقول لكم الكونجنتال انومالي اللي هي المال روتيشن، يعني الروتيشن حصل غلط او الروتيشن ما كملش، بس اتاكد الاول ان انت فاهم الاصلي. واحنا باصين كده، ده كده اللوب اللي هيعمل لي مين اللوب ده؟ الميد جاد كله من اوله لاخره، من اول الديودينام لحد فين؟ لحد الرايت تو سيرتس اوف ترانسفيرس كول، عباره عن ايه؟ عن يو شيبد لوب موجود في الميد لاين اللي هو ده صح؟ حلو قوي. الجزء اللي فوق ده بيمثل الديودينام، واخر جزء بيمثل مين؟ الترانسفيرس كولون لحد الرايت تو ثيرد. ليه تو لمبس؟ اللمب اللي فوق اللي كان لونه اصفر هنا ده مين؟ كرينيال لمب، واللمب اللي تحت ده مين؟ كودا لمب. الكودا لمب ده ظهر في كده دايلاتيشن، مين الدايلاتيشن ده؟ السيكم. تعال نشوف بقى كده، هل الكرينيال لمب والكودا لمب دول موجودين كده عادي، ولا اتاتش للانتيريور ابدومينال وول بحاجه؟ اتاتش بحاجه، كان اسمها ايه الحاجه دي اللي هيدخلوا فيها جوه اللوبسات؟ اسمها ايه؟ فيتيلو انتستاينال داكت، حلو جدا. امال مين الارتري اللي موجود في النص اللي عامل اكسس لليو شيب لوب ده؟ السوبيريور ميزنتريك ارتري. طب بما ان هنا في السيكم، ممكن تقول لي الكرينيال لمب ده هيعمل مين والكودا لمب هيعمل مين؟ كرينيال لمب هيعمل مين؟
نص الديودينم والثيرد والفورس ومين والجوجينم وإليام. وبعدين نكمل هنا بقيه الإليام حته صغيره من الإليام ومين والسيكم ومين واسندنج ورايت كوليك فليكشر ومين ورايت تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. حلو قوي. واحنا باصين كده ده كده شايفين يا اولاد دي كده كان هيبقى الاستومك بعد كده. ودي بقول لك اهو ادي الدورز الميزوجاستريم والفنترال ميزوجاستريم اللي انا قلت لك عليه ماشي. اليو شيبد لوب ده اهو واحنا لسه جوه الابدومن ما حصلوش اي حاجه كرينيال ليب وكده الليب وحاجه طالعه منه. مين الحاجه اللي طالعه منه دي؟ الفيتيلو انتستاينال دكت اللي هتدخل بعد كده جوه مين؟ جوه اليوكسيك واتتش من ورا فيه من ورا الميزنتري عادي خالص ماشي. يحصل ايه؟ هيرنيشن. الحاجات دي كلها تطلع بره. الهيرنيشن يحصل امتى؟ في سادس اسبوع. وبعدين الليفر كان كبير بيعمل هيموبويتك فانكشن حصل له ايه؟ صغر. الكيدني ما بقتش موجوده صح؟ فاكتورز ريسبونسبل فور ريدكشن. ليه حصل ريدكشن؟ ما كنا كلنا بقى اتولدنا بالامبريكال هيرنيا دي عشان الميزونيفروس صغرت وعشان الليفر صغر ما بقاش يعمل هيموبويتك فانكشن وعشان الابدومينال كافيتي كبر. فالانتستين قالت خلاص والله الجو مناسب للريدكشن. ماشي الكلام؟ الريدكشن هيحصل ازاي؟ قلنا اول حاجه هترجع مين يا دكاتره؟ اللوبس بتاعه الجوجينوم. اللوبس بتاعه الجوجينوم دي رجعت على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ الليفت سايد اهي تحت الاستومك. واخر حاجه هترجع مين؟ السيكم. السيكم لما يرجع يبقى تحت مين؟ الليفر. وبعدين ينمو السيكم ده لتحت صح؟ لما ينمو لتحت يخلق مين اللي فوق ده؟ الاسندنج كولون. حلو قوي. يبقى هو نزل لمكان الطبيعي لحد الرايت ايليك فوسا وعمل فوقه الاسندنج كولون ورايت كوليك فليكشر واحنا كده ايه؟ زي الفل تمام؟ الروتيشن هيحصل ازاي؟ اثناء الهرنيشن وانا خارج لسه وانا خارج يحصل روتيشن 90 درجه طبعا مش هعرف اجيبه لك هنا. وبعدين وانا راجع يحصل روتيشن كام؟ 180 درجه وكله زي ما قلت لك انتي كلوك وايز في الاتجاه اللي انا قلت لك عليه ناحيه الرايت سايد. لما تبصوا لي يبقى كاني ماشيه عكس عقرب الساعه خلاص. طيب اخر دلوقتي احنا رجعنا دلوقتي السيكم تمام والسيكم ده نزل لتحت مش كده وعمل الاسندنج كولون وعمل الايه الرايت كوليك فليكشر وهكذا. طب بس اليو شيبد لوب ده كان وراه كده الميزنتري اللي هنا ده صح اللي هو اسمه ايه الدورسال ميزنتري اللي كان هنا عامل الدورسال ميزوجاستريم صح؟ مش ده كده انا اقدر اكمل الابدومينال كافيتي كده؟ طب وبعدين الدورسال ميزنتري ده لما رجعنا لسه ماسك في مين؟ في الاسندنج كولون والديسندنج كولون يحصل له ابزوربشن فيلزق الاسندنج والديسندنج كولون في البوستيرور ابدومينال وول صح ويبقوا ايه؟ ريترو بيريتونيل. حلو جدا. تعالى بقى كده هوريك كده ايه فيديو بس قصير كده لقصه الروتيشن دي. زهقتوا؟ احنا قدامنا قد ايه؟ 10 دقايق. زهقت كده ايه من الاقدم للواحد؟ بص يا ولاد دلوقتي الجات بتاعتنا كانت ثلاث اجزاء الفور جات والميد جات والهايند جات. اتشد لقدام لليوكسيك عن طريق الساك اللي اسمها ايه؟ الدكت اللي اسمها فيتيلو انتستاينال دكت. الاورطه مطلع لي ثلاث ارتلز اساسيين مين هم؟ السيليات ده بتاع الفور جات قدام استومك اهو والانفيرو ميزنتريك قدامي ميد جات وفي النص سوبيرو ميزنتريك ده اللي رايح ناحيه اللوب اللي انا كنت عاملاه على الدكتور تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ الانتستين تطلع بره يحصل لها هيرنيشن الابدومين مش مكفيها وفي اكسس ماشي جواها. الاكسس اللي ماشي جواها ده بتاع مين؟ ده بتاع مين يا دكاتره؟ السوبيريور ميزنتريك ارتري ده اللي عامل الاكسس اللي جواها صح؟ حلو. وهي بتطلع وهي بتهرنيت يحصل لها ايه؟ روتيشن انتي كلوك وايز 90 درجه ماشي الكلام؟ حلو.
وبعدين جبنا كده الكرينيال لمب على الرايت سايد والكودا اللمب على الليفت سايد. الكودا اللمب طلع فيه السويلنج ده اللي هو مين؟ السيكال سويلنج، كبرت بره بقى براحتها بعيد عن الابدومينال كافيتي. تمام؟ وبعدين ده كده الروتيشن خلاص احنا شفناه. واحنا بقى بنرجع بنعمل ريدكشن، اثناء ما احنا بنرجع الانتستين بتلف تاني، اثناء ما احنا بنرجع الانتستين بتلف تاني، هنشوفها كده وهي بتلف، بتلف 180 درجه تاني، ماشي الكلام؟ ده كده ليفت سايد وده رايت سايد. تجيب السيكم ده كان فين من شويه كده؟ اخر حاجه بترجع السيكم، هجيبها لكم من الحته دي. من واحنا بنعمل ريدكشن، اول حاجات بترجع الجوجينام والإيليام وهكذا وتروح ناحية الليفت سايد، وبعدين آخر حاجة هترجع هي مين؟ السيكم. السيكم وهو بيرجع يوصل هنا صح، يبقى تحت مين هنا؟ الليفر اللي على الرايت سايد، يبقى سب هيباتيك وبعدين ينزل تحت يعمل مين؟ السندنج كورد. تمام؟ هنشوف نفس الشكل ده بس من انتيرور فيو واحنا باصين عليه من قدام، ماشي؟ ده مكان الامبليكال كورد يعني اليوكسيك، الانتستين هتطلع منه يحصل فيها الهرنيشن وهي بتهرنيت تروتيت، تروتيت ال 90 درجه اللي قلنا عليهم الانتي كلوك وايز، ماشي الكلام؟ ويظهر السيكال سويلنج ويحصل الونجيشن براحتنا بره، واول حاجه ترجع الابدومينال كافيتي كبري، اول حاجه ترجع سمول انتستين ويليها اخر حاجه مين هترجع يا ولاد؟ السيكم. واضح كده؟ تمام. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الروتيشن نشوف بقى المال روتيشن، لو ما فهمتش الروتيشن كويس مش هتفهم حاجه من المال روتيشن، خلاص؟ ان شاء الله هتفهم، بس انت الحمد لله فهمت الروتيشن النهارده، يعني تفائلوا بالخير تجدوه ما تخافش. بص دلوقتي اسمعوا، ما انا قلت لكم ركزوا معايا وبعدين هنفتح الكتاب، مش هفتح الكتاب دلوقتي. دلوقتي احنا اتفقنا اول روتيشن من واحنا بنعمل هرنيشن. الروتيشن ده كان ازاي؟ انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه صح؟ ناحيه مين؟ سوري. كان انتي كلوك وايز ده كده الديودينوم وده كده مين؟ وده كده الجزء لحد الايليام صح؟ انتي كلوك وايز كده عكس عقارب الساعه مش كده؟ ناحيه انه سايد؟ ناحيه الرايت سايد اللي جاب الديودينوم على الرايت سايد ده صح؟ وجاب السيكم على الليفت سايد ده كده اول روتيشن مش كده؟ افرض انا وقفت عند الروتيشن ده، وقفت عند الروتيشن اللي 90 درجه بس، ايه اللي هيحصل؟ وعملت ريدكشن ما كملتش الروتيشن ده، ايه اللي هيحصل وانا راجعه؟ برافو عليكم، الحاجات تبقى معكوسه، يعني الكولون والسيكم والكلام ده كله يبقى موجود على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ على الليفت سايد، يبقى ليفت سايدد كولون. يبقى لو انا عملت الروتيشن 90 درجه بس ما كملتش الروتيشن 180 اللي بعده، هرجع بليفت سايدد كولون صح؟ كل الاستراكشرز دي تبقى موجوده على الليفت سايد، ومين اللي هيرجع ساعتها الاول؟ السيكم والكولون والحاجات دي، ويروحوا على الليفت سايد بتاع الابدومينال كافيتي، ويبقوا كل الحاجات دي على الليفت سايد. حلو قوي. والحاجات التانيه الانتستين والديودينم والكلام ده يبقوا على الرايت سايد. طيب ركز معايا بقى، افرض انا دلوقتي احنا زي ما احنا ماشي ده كده سمول انتستين وديودينم، افرض انا لفيت في الاتجاه العكسي، يعني ايه؟ انا دايما بلف 90 درجه كده صح؟ افرض انا لفيت في الاتجاه العكسي بقى مين اللي فوق مين يا ترى؟ الديودينم بقت فوق الترانسفيرس كولون صح؟ يبقى ساعتها الترانسفيرس كولوم ماشي ورا الديودينوم. انتوا عارفين ليه ربنا خلق الديودينوم دي ريتروبيريتونيه؟ ليه؟ تعرفوا ليه؟ علشان الفتحه بتاعت الكومن بايل دكت دي ما ينفعش فيها حركه، لازم تثبت صح؟ لازم تثبت على البوستيريور ابدومينال وول، تتلزق كده على البوستيريور ابدومينال وول. لو الديودينوم دي موبايل كل ما الديودينوم تتحرك فتحه الكومن بايل دكت هتبقى معرضه لايه؟ للكينكينج وهكذا، فممكن تتني تتقفل وكده، ماشي الكلام؟ يبقى تاني لو احنا عملنا روتيشن، انا لما بعمل روتيشن كده في الرايت سايد، لو عملت ريفرسد روتيشن في الاتجاه كلوك وايز هتيجي الديودينام فوق الترانسفيرس كولون صح؟
وبالتالي يحصل مشاكل العيان زي ما بقول لك في الايه في الجول بلادر، لان الايه الترانسفيرس كله وراها والديودنم قدام، فما بقتش فيكسد بقت موبايل. ماشي الكلام؟ طيب تعال نشوف بقى ايه تاني ممكن يحصل. قال لك مش انا قلت لك ان بعد لما نرجع الاستراكشرز دي كلها ترجع والجوجينوم يرجع والسيكم وهكذا، والسيكم نزل تحت ماشي وعمل اسندنج كولون، هيختفي الميزنتري اللي كان موجود وهيبقى الاسندنج كولون ريتروبيريتونيه. قال لك افرض بقى دلوقتي الميزنتري ده ما اختفاش، الميزوديودينوم اللي كان اسفل ميزوكولون اللي كان موجود ورا، لان هو اصلا اوريدي موجود في اللوب ده تمام، ما اختفاش. ايه اللي يحصل؟ اجزاء ما كانتش المفروض تبقى موبايل تبقى موبايل، صح؟ زي مين؟ زي السيكم، ده المفروض ان هو مش موبايل يبقى موبايل، الميزنتري بتاعه ميزوكولون ده ما يختفيش، او الابزوربشن ده ما يحصلش كومبليتلي. يعني ايه؟ اماكن يحصل فيها ابزوربشن واماكن تفضل، يبقى اسمها ريتروكوليك بوكيتس. يعني ايه؟ انا المفروض الكولون ده يمتص تماما البوستيريور ميزنتري بتاعه ويتلزق زي ما قلت لك زي البلاستر كده على البوستيريور ابدومينال وول. طب افرض احنا الميزنتري ده ما امتصش تماما كده وفضل موجود في اماكن واماكن لا، هيعمل لك بوكيتس اماكن، ودي خطورتها ايه بقى؟ خطورتها في ايه؟ انفكشن. مش في الانفكشن، لا في الايه؟ كريستاليسيس. لا مش سابقا في الانترنال هيرنيا، مشكلتها في الانترنال هيرنيا ان ممكن جزء من الانتستين يدخل في البوكتس اللي انتوا شايفينها دي. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نشوف الايه بقيه الديفكتس اللي ممكن تحصل. قال لك اول حاجه الانتستين اللي خرجت دي خرجت في الشهر كام؟ السادس، ورجعت في الشهر العاشر وربطناها مع الليفر. حلو قوي. خرجت سوري في الاسبوع في السكس ماشي، خرجت في الاسبوع السادس ورجعت في الاسبوع العاشر. هي خرجت في الاسبوع السادس وما رجعتش، تفضل كده بره على طول، موجوده بره ماشي، ما رجعتش في الاسبوع العاشر لحد ما البيبي اتولد. هي كانت خارجه اصلا جوه اليوم سيد صح، جوه الايه الامبيليكال كورد صح. البيبي يتولد تلاقي الانتستين بتاعته كلها بره. ليه؟ فيلير اوف ريدكشن، طلعت وما عرفتش تدخل تاني. ماشي؟ طيب الديفكت التاني، اسمعوني بس، الديفكت التاني الاقي جاب كده فتحه مفتوحه في الانتيرور ابدومينال وول بعيد عن الامبيليكس خالص. ماشي؟ يبقى لو دي الامبيليكس وعليها ستامب اهو الامبيليكال ستامب حاطته لك، الاقي فتحه تانية خالص بعيده عن الامبيليكس طالع منها الكونتنتس بتاعه الابدومن، اي حاجه بقى ليفر انتستين انت بقى وايه ورزقك. ماشي؟ الكونديشن الاولانيه اللي هي فيلير اوف ريدكشن دي الابدومينال كونتنتس خرجت بس ما رجعتش، اسمها اومفالوسي. اسمها ايه يا دكاتره؟ اومفالوسي. الكونديشن الثانيه اللي هي ان انا الاقي فتحه منفصله لوحدها جنب الامبيليكس، لو رحت ابو ريش هتلاقوا مناظر دي كتير قوي، فتحه جنب الامبيليكس منفصله لوحدها طالع منها انتستينال كونتنتس وليفر والكلام ده كله، ده اسمه جاستروسكيزيس. اسمه ايه يا دكاتره؟ جاستروسكيزيس. يبقى الاولاني اسمه اونفالوسيل، الثاني اسمه جاستروسكيزيس. طبعا مهمه قوي قوي وانت دكتور نيوناتولوجي وانت دكتور اطفال حديث الولاده تفرق بين الاثنين، تمام؟ طبعا البيبي اول ما بيتولد انت اول واحد بتستلمه، دكتور النيوناتولوجي ده قبل ما الام والاب يتخانقوا يسموه ايه والحاجات دي، انت اول واحد بتستلمه، تفحصه من اول الفونتانيلز بتاعته لحد الانف كانال بتاعته، ده مسؤوليتك، وتدي للام وتقول لها الكونديشن بالظبط ايه، الف مبروك يا ماما البيبي كويس، او تقول لها ايه المشكله اللي فيه، البيبي محتاج كذا صح؟ ده اول امهات كتير جدا ما بتعديش على دكتور الاطفال ده غير ممكن والواد بيسنن ولا حاجه قبل كده كل ده ولا اي حاجه، تمام؟ فانت دي مسؤوليتك، فعشان كده انت لازم تفحص البيبي زي ما قلت لك، انت اول واحد
فدكتور الهيماتولوجي دي حاجه في منتهى الاهميه ماشي. هتفرق ازاي انت بقى بين الانفالوسيل والجاستروسكيزيس ده؟ اول حاجه واحده فين وواحده فين؟ واحده في الامبليكس دي فينجر اوف ريدكشن انفالوسيل، واحده الامبليكس هو بقول لك وحاطط لك البتاع بتاع الامبليكال ستامب ده ومطلع لك الانتستينال كونتنتس من عجب. تاني حاجه واحده حواليها ساج اللي هي اليوك ساج صح، لان احنا كنا خارجين في اليوك ساج عادي اللي هو هيعمل الامبليكال كورد تمام، وواحده اوتسايد الساج دي الانتستين طالعه كده لوحدها من فتحه تانيه ماشي الكلام. طيب دي بقى لازم تتفرق من مين؟ قال لك من الكونجنيتال امبليكال هيرنيا. ايه اللي حصل في الكونجنيتال امبليكال هيرنيا اللي بنشوفها كتير قوي 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 لو تعرفوا الاطفال الصغيره؟ الانتستين خرجت عادي خالص في سادس اسبوع ورجعت عادي خالص في عاشر اسبوع والبيبي اتولد كويس وكل حاجه، بس بعد ما الامبليكال كورد ده وقع تمام الفتحه دي ما قفلتش كويس تمام، فتحه الامبليكس ما قفلتش كويس، فكل ما البيبي يكح ولا يعيط ولا يعمل اي حاجه يسترين مثلا اثناء الديفيكيشن تطلع الانتستين بره صح. يبقى دي اسمها كونجنيتال امبليكال هيرنيا. هل دي مشكله في الريدكشن ولا مشكله في؟ لا خالص، دي دخلت وخرجت عادي خالص. تلاقي الامهات بقى يقول لك ايه حط بقى للبيبي، استخدم يا ماما حزام البطن للبيبي، تسمع الحاجات دي مش عارفه حطي له باريزه معرفش ايه ده جنيه تمام. الكلام ده كله ممنوع ليه؟ انت بتمنع لا جنيه على الامبليكس مش عارفه ليه ماشي، انت بتمنع الامبليكس ان هي تقفل، فممنوع استخدام حزام البطن ده ممنوع تماما للبيبي ما كانش على الام، ممنوع تماما للبيبي. وحكايه تحطي كوينز وتحطي الكلام ده الكلام ده ممنوع لان انت بتمنع الامبليكس ان هي تقفل. طبعا بتتابع وبعد كده ايه بنشوف كده الدنيا ماشيه ازاي، هل الموضوع ايه بروجريسيف ولا ريجريسيف ولا ايه تمام. احنا قدامنا قد ايه يا ولاد؟ المفروض نروح المدرج الثاني صح كده؟ طب يلا.